مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية وتواجد تدريجي للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات. وسط اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية، اليوم اختتام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان. المستشار الألماني يؤكد أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة ويدعو إلى مواصلة دعم كييف. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية مع الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار. وفي هذا الإطار ثمن رئيس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين. كما أشار مدبولي إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا، منوها في هذا الإطار إلى أن المباحثات قد تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجد تدريجي للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، شدد مدبولي على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات. وأكد مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بما في ذلك تنفيذ الشبكات بالحي الحكومي. وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وموقف مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الدور التوعوي وإبراز ما يتم بذله من مجهودات لدفع عجلة التنمية. أدار مسؤولو الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم التي أبرزت الفهم والوعي والإدراك الصحيح لمقاتلي القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات وبقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل، انطلاقا من المسؤولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفي وتوعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة تحقيق تنمية مصر المستدامة. استقبلت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين بالخارج لقيادة قوات الصاعقة المصرية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعريف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة شأن الوطن. كما شهد
شهد الوفد فيلما تسجيليا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة واستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ. أعقبه متابعة لعدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومي. كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عددا من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية للاطلاع على قدرات وإمكانات الأكاديمية وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. أكاديمية الشرطة صرح تدريبي أمني متميز تحمل مشعل العلم في خدمة الأمن، تستقبل زائرين ومتدربين من مختلف دول العالم لينهلوا من علومها الأمنية وقدراتها التدريبية. في هذا الإطار استقبلت الأكاديمية وفداً من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، زيارة بدأت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وداخل إحدى قاعاته تعرفوا من خلال فيلم تسجيلي على قدرات وإمكانات الأكاديمية وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. Nous avons été très impressionnés par les dimensions de l'école qui est vraiment très importante, par le nombre de ses facultés, par les techniques utilisées, par l'équilibre entre les techniques de sécurité et les questions de liberté et par la coopération internationale puisque votre école a un rayonnement qui dépasse le cadre du pays. J'étais extrêmement donc intéressé par la diversité des missions. Bien sûr, les missions de formation initiale des officiers de police, les liens avec les partenaires extérieurs, avec notamment l'université. انتقل الوفد إلى كلية الدراسات العليا وشاهدوا ما تزخر به من إمكانات تعليمية ودراسية لإعداد وتأهيل الضباط للحصول على أعلى الدرجات العلمية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال والاستفادة من قدرات الأكاديمية وكياناتها المختلفة ومنها كلية الدراسات العليا. volontaire sur notre désir de développer un partenariat avec l'Académie de police, car nous avons des synergies à partager, à la fois sur notre capacité de recherche, notre travail sur la lutte contre la cybercriminalité, la gestion de crise, et en plus j'ai pu voir qu'il y avait un fort attachement de l'Académie de police à la langue française, ce qui facilitera les échanges entre nous. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام استقبل أعضاء الوفد الفرنسي، حيث تفقدوا إمكاناته اللوجستية والتدريبية المختلفة ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركين في بعثات حفظ السلام الأممية، وأشادوا بإمكاناته ومساهمته الفعالة في إعداد تلك الكوادر. a un rayonnement international et régional qui est très important, qui est reconnu par la France comme un acteur fondamental dans cette partie du globe. بين جنبات كلية الشرطة انطلق أعضاء الوفد لمشاهدة البرامج التدريبية التي يتم تطبيقها لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، حيث شاهدوا جانبا من التدريبات العملية لطلبة الكلية في مختلف ميادين التدريب القتالي المفتوح، كما شاهدوا ميادين التدريب الفني على أعمال التخصص الوظيفي. J'ai été impressionné par les présentations que nous avons eues ce matin. La qualité des formations, les dispositifs techniques et logistiques dont disposent les forces de sécurité égyptiennes pour se former. L'ensemble des capacités que j'ai pu voir laisse présager la possibilité de faire bénéficier à différents officiers français de la formation, de la qualité de la formation qui est dispensée aux officiers égyptiens. أصداء وانطباعات إيجابية بين أعضاء الضباط الفرنسيين عن زيارتهم لأكاديمية الشرطة تؤكد على تميز هذا الصرح الأمني وتفرده في إعداد الكوادر الأمنية وفقا للمستجدات العصرية.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 34 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 من القضايا، من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقترب من 32 طن أقماح محلية. تختتم اليوم فعالية النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. يأتي انعقاد هذا المنتدى انعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الأفريقي خلال المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها مواجهة أزمة الغذاء وتعزيز الجهود الشاملة لمواجهة تحدي الإرهاب وجهود الاتحاد الإفريقي في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومواجهة تغير المناخ. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعنا في تفاصيل ثاني أيام عقد المنتدى واليوم الأخير وما تضمنه من أجندة عمل ومناقشات مختلفة. نعم ريهام، بعد التحية يعني دقائق تفصلنا عن نهاية اليوم الثاني والأخير لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة. اليوم الثاني يعني انتهت أغلب وأهم الجلسات التي يعني تناولت أبرز التحديات في القارة الإفريقية، الجلسة الخاصة بمنطقة البحر الأحمر وضرورة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، وأيضا الجلسة الخاصة بتمويل السلم والتنمية داخل القارة الإفريقية وتنمية المشروعات التي من شأنها أن تحقق عملية السلم والتنمية، وأيضا الجلسة الخاصة بعلاقة تداعيات المناخ والنزوح للشعوب الإفريقية. أما عن أبرز التوصيات التي من الممكن أن يخرج يعني بها المؤتمر والذي أكدها لنا السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بأن هذه التوصيات ستخرج وستكون مبنية على التجارب التي تم عرضها خلال الجلسات على مدار يومين، منها أيضا منها الجلسة أو الخاصة التجربة الخاصة بمحاربة ومكافحة الإرهاب في نيجيريا، وأيضا المبادرات التي ساعدت الدولة على يعني محاربة الإرهاب، وأيضا تجربة الأمن الغذائي الخاصة بدولة كوتيفوار، وأيضا التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والصمود أمام التحديات التي كانت موجودة، سواء كنا نتحدث عن التحديات لفيروس كورونا أو التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل خاص. وإذا تحدثنا أيضا عن الأمن الغذائي فمصر لديها تجربة رائدة في استخدام وسائل التكنولوجيا، والمتابع الجيد للثروة الحيوانية يجد أن مصر مهتمة بهذا المجال وهناك تطور كبير في مجال الثروة الحيوانية. أيضا التوصيات، سيكون في نهاية هذا اليوم إعداد تقرير من سكرتارية المنتدى وهو مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لإعداد الأفكار والتجارب وأيضا الموضوعات التي تم المناقشة فيها في الجلسات، وسيتم عرض هذا التقرير على بعض المنظمات الإفريقية وأيضا الأمم المتحدة، وأيضا قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. محمود، من واقع متابعتك لأجواء المنتدى، كيف رصدت ردود الأفعال المختلفة الخاصة بالمشاركين تجاه هذا المنتدى وأهميته وأيضا أهمية توقيت انعقاده؟
ردود الأفعال عكست حرص مصر على الدفع بالعمل وأجندة أفريقيا والجهود التي تبذلها مصر في القارة الإفريقية في شتى المجالات، منها وعلى رأسها تداعيات تغير المناخ، ومنها أيضا أنه هذه النسخة تتزامن مع عقد مصر لقمة المناخ COP27، فبالتالي الجميع يؤكد على اهتمام مصر بقضايا القارة الإفريقية وأيضا تبادل الخبرات ما بين الجانب المصري وأيضا الدول الإفريقية المشاركة. نتحدث عن تجارب إفريقية ومنظمات إفريقية ودولية موجودة في هذا المنتدى، أكدوا أيضا أو يعني رحبوا باهتمام ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المنتدى وبالكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى. وأيضا هذا يعكس الدور مصر في شتى المجالات، منها أيضا الدارسين الذين تواجدوا اليوم في بعض الجلسات من جامعة سنجور بالأسكندرية، الدارسين الأفارقة، وفي كل جلسة كان هناك ممثل عن الشباب وممثل عن المرأة. وهذا أيضا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية بأنه لابد من الاستفادة من طاقات الشباب وتعزيز دور المرأة لأنهم الأكثر والأقدر بمحاربة هذه التحديات ووجود حلول لمواجهتها. فبالتالي كانت ردود الأفعال في نهاية هذا اليوم كلها يعني تقدم الشكر والترحيب لمصر وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقضايا الإفريقية. وكان لنا لقاء أيضا مع السيد ستيفن هارمر وهو كبير مستشاري البنك الدولي للمناخ الذي يعني أكد على قضية هامة جدا وهي علاقة النزوح في إفريقيا بتأثر المناخ، وأكد أننا سنجد حلول لهؤلاء المواطنين في الشعوب الإفريقية تحافظ على الاستمرار داخل القارة والاستمرار داخل بلادهم والعيش في مجتمعاتهم، وألا يكون هناك نزوح لهؤلاء الشعوب داخل القارة الإفريقية. فبالتالي نستطيع أن نلخص أن أهم الموضوعات. محمود جميل، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية، شكرا لك. كانت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان قد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس رختر قد أدى إلى مصرع أكثر من 1000 شخص على الأقل شرق البلاد. قال رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيكا حيث أدى الزلزال أيضا إلى إصابة المئات. وأشار حقاني إلى أن السلطات قد بدأت عملية إنقاذ وتم استخدام طائرات هيليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء. قال المستشار الألماني أولاف شولتز قبل اجتماعات مجموعة دول السبع وحلف شمال الأطلسي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة. ودعا شولتز أمام النواب الألمان حلفاء إلى الاستمرار في دعم كييف من خلال العقوبات وتسليم الأسلحة لأوكرانيا، وفي إشارة إلى المبادرة الأمريكية التي قدمت بموجبها واشنطن مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. قال إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد من أجل الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا. أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده ترفض بشدة تهديدات روسيا بالانتقام من ليتوانيا بعد أن فرضت دول البلطيق قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى كالينغراد الروسية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إنهم يطلبون من روسيا عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي. كان المتحدث باسم الكرملين قد صرح أيضا بأن روسيا تعد إجراءات للرد على قيام ليتوانيا بتطبيق حظر على عبور سلع خاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا وذلك خلال السفن الأجنبية. ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الغرب يصمت تجاه وصول أسلحة إلى أوكرانيا ويتهم بلادها بمنع تصدير الحبوب، وأضافت أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة على أن توفر حتى نهاية العام 25 مليون طن من الحبوب وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة، كما أعربت عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية ومتابعة إرسال المساعدات لدول مثل اليمن ولبنان وكوبا. أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 500 عسكري أوكراني جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في مدينة نيكولايف جنوب أوكرانيا. قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الطيران الروسي دمر 5 مستودعات للذخيرة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 151 منطقة. لفت كوناشينكوف إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 253 منطقة، منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 6 مستودعات للذخيرة في لوهانسك شرق أوكرانيا. شب حريق في مصفاة نوفوشاخانست وذلك في منطقة روستوف شمال العاصمة الروسية موسكو بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة. وأوضحت مصادر روسية إن إحدى الطائرات اصطدمت بوحدة نقل حرارية بينما حلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة، هذا وقد ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية أن الحريق تم إخماده. أكد الأوكرانيون أن الضربات الروسية تدمر كل شيء في مدينة ليشيسانك الصناعية الاستراتيجية القريبة من سيفيرودونيتسك في منطقة دوناباس شرق البلاد. أيضا يأتي ذلك فيما تكثف سلطات كييف الجهود للحصول على أسلحة ودعم وذلك لطلب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب عبر تيليجرام سيرجي جايدي حاكم منطقة لوهانسك قائلا إن الجيش الروسي يدق لتسانيشك وذلك بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقذفة الصواريخ. يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية والتي شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحداثها بالأزمة الحالية. يبدو أن الماضي يلقي بظلال ثقيلة على أحدث وأغرب حروب القرن 21، وها هي القارة البيضاء التي نسيت تاريخ الحروب منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تشهد حرباً أوروبية من نوع خاص، إلا أن الدب القطبي يرى أنه ما أشبه الليلة بالبارحة. فبالتزامن مع إحياء ذكرى غزو الزعيم الألماني هتلر للاتحاد السوفيتي في عام 1941، مالت كفة القتال في الحرب المستمرة منذ أشهر لصالح روسيا في الأسابيع الماضية بسبب تفوقها الهائل في قوة النيران المدفعية، وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب له وعشرات التصريحات الأخيرة. وللتذكرة تارة وللتحذير تارة أخرى، قررت روسيا فتح ملفات قديمة وراها الثرى بينما أيقظتها ذكرى الغزو الألماني، حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وثائق تعود إلى بداية الحرب العالمية الثانية وتلوح بقيام ألمانيا بارتكاب جرائم حرب تفوق ما تتهم به موسكو الآن في أوكرانيا. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن ما تتعرض له روسيا من محاولات للتشويه أمام المجتمع الدولي أيضا يشبه ما حدث إبان عام 1941،
وما بين ذكريات الماضي وألم الواقع، يجدد بوتين تأكيده من حين لآخر بأن عمليته العسكرية جاءت ضرورة لا خيار، مشيرا إلى أن ما حدث في الماضي وكلف الاتحاد السوفيتي ملايين الأرواح وتسبب في فقدانه لمناطق ذات أهمية استراتيجية لن يسمح هو بتكراره اليوم. إلى ذلك تتواصل الأزمة الأوكرانية التي تجتاح القارة البيضاء من شرقها لغربها، منذرة بحرب عالمية ثالثة لم يشد فتيلها حتى الآن. يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى جانب المطالبة بالمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائه الغربيين، ذلك لضمان أن تمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح رسمي للانضمام للاتحاد. قد لقي تصريح زيلنسكي دعما من الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد أشار إلى وجود توافق تام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ بشأن طلب ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الذي ينتظر الحصول على موافقة رسمية خلال القمة الأوروبية الخميس. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره لتعاون إسبانيا الوثيق في الرد على تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا، بما في ذلك توفير الأمن والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها لفرض عقوبات قوية على روسيا. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، وذلك لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في مدريد يومي 29 و30 من الشهر الجاري. وقد رحب الجانبان بفرصة لقائهما خلال زيارة بايدن المرتقبة إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو. في خطاب ألقاه قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أدان الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع التحالفات العسكرية. نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن شي جين تصريحه في منتدى بريكس الاقتصادي أن الأزمة في أوكرانيا هي مؤشر إنذار آخر للعالم، منتقدا توسيع التحالفات العسكرية والسعي إلى تحقيق الأمن الفردي على حساب أمن الدول الأخرى. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 4,238,000 لاجئ من أوكرانيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. وأوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد قد استقبلت أمس 23,800 لاجئ من أوكرانيا، مقارنة ب 23,000 لاجئ في اليوم السابق عليه، بينما غادر أكثر من 2.27 مليون لاجئ للبلاد عائدين إلى أوكرانيا. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجية. وقد طالب بوتين الحكومة باختيار بنوك في غضون 10 أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطط جديدة. وجاء في المرسوم الذي وقعه بوتين أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذ جرى دفعها بالروبل الروسي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بقوة بخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما، مشيرا إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحركون على وجه السرعة في هذا الاتجاه. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في جلسة استماع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي. أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات العقارات في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي، لتصل بذلك إلى أقل مستوياتها منذ نحو 2 عامين، ذلك في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار. وتوقعت شركة يوجوف لأبحاث السوق في استطلاع لها على أن السوق العقارية سوف تشهد ارتفاعا في الأسعار خلال الأعوام القادمة. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة على أن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 3.4% عن الشهر السابق عليه، ليصل إلى ما يعادل 5.41 مليون وحدة سنويا، وهو أقل معدل منذ يونيو 2020. أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وذلك عند 9.1% في مايو الماضي. أظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982. أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ 50 القرن الماضي تشهده المملكة المتحدة، فمع مواجهة ربع سكان بريطانيا صعوبات في دفع الفواتير، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما. بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.1% في مايو الماضي. وبعد ارتفاع أسعار الطاقة، شهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعاً بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر أبريل. وبالرغم من الإجراءات التي تتبعها الحكومة البريطانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، تزيد هذه الإحصاءات الضغط على الحكومة للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة، حيث خفضت الحكومة ضرائب الدخل ووضعت خططاً لزيادة الدعم لذوي الدخل المنخفض الذين يكافحون لسداد فواتير الوقود، كما تدرس فرض ضريبة أرباح على شركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع مواصلة أزمة تكلفة المعيشة، يخشى البريطانيون من استمرارها، خاصة مع عدم وضوح السياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية واستمرار الأزمة الأوكرانية التي نالت من الجميع. تبدأ بريطانيا محادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة مع 6 دول خليجية. وتقوم وزيرة التجارة آن ماري تريفليان بزيارة للرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات إلى جانب السعودية. وقالت إنها متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى أيضا، وكذلك دعم أكثر من 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة. وتعد هذه هي رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد أن بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة ويدعو لانتخابات عامة.
أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة. قال ولي عهد الكويت في كلمة له نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إنه قد تقرر اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي. واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا. وبناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي استعداد المجلس لتبني كافة المقترحات التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وكذلك تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت. جاء ذلك خلال لقاء عقده المنيفي في طرابلس مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وسبل حل بعض المشكلات الراهنة، خاصة السياسة الأمنية منها، ذلك بتقديم مقترحات من شأنها أن تسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وأعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة التراب الليبي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين. أعلنت وزارة النقل السورية أن مطار دمشق الدولي سيعود إلى الخدمة بدءا من غد الخميس. علقت السلطات السورية في 10 يونيو جميع الرحلات عبر مطار دمشق بانتظار إصلاح الأضرار الجسيمة التي طالته. أضافت الوزارة أن مطار دمشق سيعمل وبكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة القضاء نهائيا على الأسلحة النووية في العالم، ودعا غوتيريش المجتمع الدولي للتخلي عن الأسلحة الفتاكة بشكل نهائي وضرورة حل المشاكل من خلال الحوار والتعاون. وحذر من أنه ومع وجود أكثر من 13,000 سلاح نووي حول العالم، فإن احتمال نشوب صراع نووي لم يكن من الممكن تصوره في السابق قد عاد الآن إلى عالم الاحتمالات. Address the suffering and vulnerability. أعد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض قيودا جزئية على حيازة الأسلحة النارية. كانت الولايات المتحدة قد شهدت موجة عنف غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي أودت بحياة 20,000 شخص. المزيد نتابعه في هذا التقرير. في خطوة إصلاحية غير مسبوقة والمنتظرة منذ عقود، أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، لعله يستطيع كبح جماح موجة الجريمة التي ضربت المجتمع الأمريكي بلا هوادة. القانون الذي سينقذ آلاف الأرواح من دوامة العنف التي استشرت في البلاد ولا سيما هذا العام، يوفر على وجه الخصوص دعما للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، والتي تتيح للسلطات أن تنتزع من كل شخص تعتبره خطرا
ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في بنغلاديش والهند إلى 112 قتيلا على الأقل. وذكرت قناة CNN الأمريكية أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع والطرق في بنغلاديش، كما تسببت في عزل العديد من المناطق في البلاد. وفي الهند أسفرت الفيضانات عن تشريد الآلاف من الأشخاص من منازلهم. ووفقا لمركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في داكا عاصمة البلاد، يشهد منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسة عبر بنغلاديش ارتفاعا ملحوظا. وقد اخترقت مياه نهر برهاما بوتورا أحد أكبر الأنهار في آسيا سدودها الطينية وأغرقت 3000 قرية. تواجه العديد من الدول الأوروبية تسارعا جديدا في انتشار متغيرات جديدة من المتحور أوميكرون. وقد شهدت البرتغال زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة، بلغت ذروتها مطلع الشهر الجاري حيث سجلت نحو 30,000 إصابة يوميا. وفي المملكة المتحدة اقتربت الإصابات اليومية مرة أخرى من أعلى مستوياتها منذ بداية ظهور الوباء، كما تأثرت إيطاليا بتسجيل 30,526 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بزيادة تقدر ب 63.4% في 7 أيام. وإلى فرنسا، حيث شهدت البلاد تسارعا في انتشار فيروس سارس كوف 2 لمدة 10 أيام. تقدمت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية، ذلك للموافقة على الجرعات المضادة لكورونا المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. سمحت السلطات الصحية في البلاد للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط من اللقاح، بينما يتلقى البالغون الجرعة الثالثة. وقد أدت جرعة اللقاح لشركة فايزر المعززة إلى زيادة كمية الأجسام المضادة المعادلة التي تحد من نشاط الفيروس بمقدار 6 أضعاف عند إعطائها للأطفال في هذه الفئة العمرية، وذلك بعد حوالي 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية. وما زالت جهود الدولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية وبنقلها للمناطق النائية والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الصدد انطلقت 11 قافلة طبية مجانية اليوم وغدا، وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية، وتنطلق في 11 محافظة بالوجهين القبلي والبحري. تواصل مديرية الصحة بأسوان إطلاق القوافل العلاجية من داخل قرية كالح القارة التابعة لمركز إدفو بأسوان. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الكشف وصرف العلاج الذي يتوافر منه أكثر من 130 نوعا بالمجان على المترددين من القرية والقرى المجاورة، وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطع بالمجان. احنا النهارده في قريه كلح الجره التابعه لمركز ادفو بننفذ القافله العلاجيه على مدار يومين. النهارده اليوم الاول، فكره القوافل العلاجيه المتنقله هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، بنحاول بنوصل للخدمه كامله متكامله لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومه والاكثر احتياجا. زي ما قلت لحضراتكم بننفذ القافله على مدار يومين. احنا عندنا 10 تخصصات طبيه مختلفه، الكشف والعلاج في القافله بالمجان، عندنا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف، عندنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فنية خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المدارس التابعة للوزارة يبلغ عددها 8 مدارس في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري، ويتم إتاحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم. على هامش زيارتها لبرلين، عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات موسعة مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابك. وقد تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار. وعلى هامش اللقاء، وقعت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد الألماني إعلان نوايا مشترك في مجال تدريب مديري الأعمال التنفيذيين في مصر، بالإضافة إلى توقيع تجديد مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ونظيره الألماني. من جانبها، أكدت نيفين جامع إنشاء مجموعة عمل مصرية ألمانية لتقييم نتائج تنفيذ البرنامج وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة إجراءات التدريب لمديري الأعمال التنفيذيين. والآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة، نتابعها مع آية كفوري. إليك آية. شكرا ريهام، شكرا حكمة. ولنتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر تمثل جسراً اقتصادياً وتجارياً متميزاً يربط بين الأسواق العربية والأوروبية ونقطة ارتكاز مثالية للشركات الألمانية الراغبة في النفاذ للعالم العربي. وقالت جامع خلال فعالية الملتقى الاقتصادي العربي الألماني والذي يعقد في العاصمة برلين إن هناك دوراً رئيسياً للقطاع الخاص في تكوين شركات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية وأعلنت عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية بلغت 35 مليار دولار في 2021 بزيادة 22% مقابل 38 مليار دولار واردات. جاء ذلك عبر تقرير نشره مركز المعلومات ويتضمن بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة في صادرات مصر لعدد من التجمعات الدولية، وأوضح أن صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية جاءت بالمرتبة الأولى بقيمة 11 مليار دولار في 2021 وبنسبة زيادة 6%، يليها تجمع الإسكواب إجمالي 8 مليارات دولار وبنسبة زيادة قدرها 3.5%، ثم الكوميسا بالمرتبة الأخيرة بإجمالي 3 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 31%. قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن منظمات المجتمع المدني تطلع بدور محوري في دفع العمليات التنموية. وأوضح المركز أنه في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية منظمات المجتمع المدني، خصص العدد الجديد من مجلة آفاق اجتماعية التابعة للمركز هذه الدورية لمناقشة دور المجتمع المدني من أجل تعظيم الدور التنموي للمجتمع المدني وزيادة فعاليته.
تتواصل جهود مصر للإعداد لمؤتمر المناخ كوب 27، وكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشاركة الفعالة في منتدى أفريقيا للطاقة ببروكسل. وقد شارك رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يحيى زكي في جلسة بعنوان الطريق من كوب 26 إلى كوب 27. وقد تطرقت كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة إلى إمكانات القارة الأفريقية الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي لا تسهم فحسب في تحقيق أفريقيا للاكتفاء الذاتي، بل المساهمة في أغراض التصدير لخارج القارة. تواصل مصر جهودها الدؤوبة لدعم رؤيتها التنموية وتعزيز العمل المشترك مع جميع الدول والتكتلات. ومن هذا المنطلق واصلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءاتها مع مسؤولي المنظمات الأممية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بالنمسا ضمن فعالية منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد بفيينا. وعقدت المشاط لقاء مع مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، كما عقدت لقاء مع مديرة التنفيذية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنظمة الطاقة المستدامة للجميع. والتقت أيضا الوزيرة بالسكرتيرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال. والتقت أيضا بمدير قسم الاستثمار بشركة أكوا باور للطاقة وممثلة بنك التنمية النمساوية. انتخبت مصر رئيسا للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في دورته الحالية ولمدة عامين. وفي كلمة له أمام الجمعية أكد وزير الزراعة السيد القصير أن جائحة كورونا جعلت التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة نتيجة لما سببته هذه الجائحة من مشكلات عالمية. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي وبضغط من تعاملات المستثمرين الأجانب العرب. وبينما اتجهت تعاملات المصريين للشراء وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642 مليار و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند مستوى 9697 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 88% ومتراجعا بنسبة وعند نقطة 9612 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 70 عند مستوى 1812 نقطة أيضا وأغلق متراجعا بنسبة 4% ومحققا 1800 نقطة. أما عن مؤشر الشركات الأوصان تقن إي جي إكس 100، فقد فتح اليوم عند 2680 نقطة متراجعا بنسبة 72% ومحققا 2661 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 70 قرشا، وبالنسبة لسعر البيع 18 جنيها 81 قرشا. عن اليورو 19 جنيها 66 قرشا، وسعر البيع 19 جنيها 77 قرشا. نصل الجنيه الاسترليني 22 جنيها 88 قرشا بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 23 جنيها وقرشين. نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية، والذي حقق اليوم سعر شراء وصل إلى 5 جنيها 8 قروش، وسعر البيع 5 جنيهات 12 قرشا. واخيرا الريال السعودي وصل السعر اليوم الى 4 جنيهات 98 قرشا، وسعر البيع 5 جنيهات وقرشا واحده. تراجع البورصات الخارجية مقتفية أثر أسعار النفط في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات العالمية وبتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود عالمي. وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 2.9% مسجلا انخفاضات واسعة النطاق. وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة دبي على انخفاض 0.9%. وفي أبو ظبي انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 1.8%. أما عن المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية، فقد هبط اليوم بنسبة 1.1%. إلى هنا مشاهدينا انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ريهام الزيب وحكمة عبد الحميد، إليكم. شكرا لك يا آية. ما زالت مصر تواصل دعمها للقوى الناعمة وسعيها وراء حقها الأصيل في الريادة الحضرية، حيث افتتحت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم معرض نتاج منحة الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني دفعة الفنانة جذبية سري، والذي أقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما. وقدمت عبد الدايم التهنئة للشباب الحاصلين على المنحة، وقالت إنها تهدف إلى إطلاع الجيل الجديد من مفردات
قوى مصر الناعمة على التوجهات الحديثة في عدد من المجالات الفنية، مشيرة إلى أن إنتاج مواد إبداعية تحمل الطابع المصري وتواكب التطور العالمي، يؤكد الريادة الحضرية للوطن. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية وتواجد تدريجي للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات. وسط اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية، اليوم اختتام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان. المستشار الألماني يؤكد أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة ويدعو إلى مواصلة دعم كييف. إذن انتهت نشرة السادسة، تحية لكم وإلى اللقاء في أمان الله.